طبعا لا تنسون حاليا احنا فترة موسم صيف ابو ظبي، وابو ظبي الواجهة السياحية اللي تستقطب كل الفعاليات من جميع انحاء البلدان. صلاح في النينجا شخصية كرتونية مشهورة، قوة صلاح في النينجا اللي يصارعون الكائنات الفضائية متواجدين معانا بشوارع نيويورك الخفي، يقدمون عرض حي مباشر في دلما مول من تاريخ 17 إلى 23. مش بس عندنا هذا العرض الحي، بالإضافة إلى عندنا عروض Green and Extreme. هذا العرض شامل، يكون المغامرات وألعاب متنوعة للأطفال. نحن بهاي الفترة نستهدف الأطفال والعائلات. طبعا الجو حار حاليا، فالأغلب توجه الناس إلى المولات، فحبينا ان نركز يعني كل فعالياتنا تكون بفتره صيف ابو ظبي. في ناس اغلبيتهم ما سافروا، فحبينا ان نستقطبهم يكونوا موجودين معنا. طبعا نحن عندنا حاليا الشو الاول بدا الساعه 5:30، ما شاء الله ما توقعنا هذا العدد الهائل من الناس والاطفال، والكل متفاعل ومع الموسيقى مع الصراع. وصراحة النينجا يدربون الأطفال اللي يحبون المصارعة حركات هاي، فحسينا أقبال جدا واسع. طبعا هذا في اليوم الأول، ما ننسى اليوم الثاني الثالث الرابع، عندنا رح يكون يعني خلال موسم العيد كامل رح يكون احتفالات فعالة جدا بدل ما مول. جديد في دلما مول من فعاليات من عروض راح تلاقونها موجودة عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، سناب شات. تابعونا.